طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إن عادة الاتكال بينتج عنها الخضوع. ايه هو الخضوع؟ يمكن احنا اتكلمنا شويه في الحته دي امبارح، انه نتيجه ان انا ضربت مثل بالزوج والزوجه، نتيجه ان الزوجه بتعتمد على زوجها في كل شيء، بتعتمد عليه ماديا، بتعتمد عليه في ان هو المصدر الوحيد للحب بالنسبه لها، بتعتمد عليه فإن هو هي بيقضلها مصالحها اللي خارج المنزل، لأن هي ما تعودتش إنها تقضي مصالحها بنفسها، هي بتعتمد عليه في كل شيء، فبالتالي أصبح بالنسبة لها هو هو بتتكل عليه في كل شيء، فبالتالي المهم بالتالي اللي بيحصل ان هي بتشعر انه هي مش هينفع تعيش من غيره، مش هينفع تعيش حياتها بدون وجوده فيها، وبالتالي هو بيستغل الجزئية دي اذا كان هو ما عندوش ضمير، وبيبدأ ياخد منها فوق طاقتها من عطاء ومن سواء مادي سواء معنوي سواء خدمة في البيت سواء بيشيلها كل المسؤولية، سواء انه ان هي تفوت اخطائه، ان هو يغلط او يخون او اي شيء ممكن يحصل هي بتتغاضى عنه، لان هي مش هتقدر تستغنى عنه، وهو عارف ان هي مش هتقدر تستغنى عنه. علشان كده بيقول دايما انه دي مقولة بيقولها احد العلماء، ان عادة الاتكال بتولد الخضوع، وهو احد اكبر الشرور البشرية النفسية. هنا الخضوع تحديدا اللي بيكون له التأثير الشرير او التأثير الأسوأ، اللي هو الخضوع الناتج عن الاحتياج، اللي هو الخضوع الناتج عن او الخضوع لكل من يشبع احتياجات الشخص الخاضع، بمعنى ان الشخص او الزوجة، يعني برضو خلينا نكمل المثل بتاعنا، الزوجة اللي بتكون مستسلمة وخاضعة لزوجها هي بتكون بيشبع لها تقريبا كل احتياجاتها، واهم الاحتياجات في الحالة دي بتبقى عند الزوجة واقواها الاحتياج للحب والعاطفة، غير كمان ان هي لما الزوجة بيبقى عندها اولاد وبيكبروا بيبقى عندها مسؤوليات مادية، كمان بيبقى فيه احتياج مادي وفي رعاية أولاد وفي مصاريف أولاد، فالخضوع بيزداد والاستسلام بيزداد، كل ده ناتج عن إن هي متكل عليه في كل شيء في حياتها. الكلام ده مش بينطبق على الزوج والزوجة فقط، بينطبق كمان ما بين الآباء والأبناء، بينطبق كمان بين الأصدقاء. الشخص اللي بيتكل على غيره في إشباع احتياجاته غير المادية، خصوصا لأن الاحتياجات المادية ممكن جدا تشبع أو تقضى من أي مكان في العالم، عن طريق الشغل، عن طريق ممكن يشحت في الشارع، لكن الاحتياجات المعنوية العاطفة وما شابه وتقدير الذات وثقة بالنفس والحاجات دي كلها بيشبعها القريب اللي هو ممكن فعلا يحصل خضوع له. ده اكيد هو يعرف انها لا تستطيع العيش بدونه وانها تحتاجه، اكيد اكيد اكيد، والا مش يعني مش هيبقى متحكم فيها، لانه الاهم من ان هو يعرف ان هو ما عندوش ضمير. يعني احنا بنتكلم عن حالات المفروض يعني انها حالات فردية، المفروض يعني مش مهم بقى، مش مهم هي فردية ولا لا يعني، إنما المفروض إن الطبيعي إنها حالات فردية. نيجي للحاجة الثانية اللي هي العبودية للثناء.
ايه يعني ايه العبودية للثناء؟ العبودية للثناء دي بتزرع في الطفل من وهو لسه يدوب بدأ يدرك. ازاي؟ دلوقتي انا لما بطلب من ابني يناولني حاجة مثلا، لما بيجيب لي حاجة، اما بيناولني حاجة اديني سلسلة المفاتيح مثلا واديها لي، فبقول له ايه؟ الطبيعي ان انا هقول له شكرا، خلاص شكرا ان انت ناولتها لي. لكن المفروض ان احنا ما نقولوش ايه، في بعضنا بيقول ايه، انت ولد جميل. مجرد ان انا قلت له انت ولد جميل عشان هو عمل لي حاجة، يبقى انا زرعت جواه انه انت كشخص مش هتكون جميل الا اذا عملت لي حاجة، الا اذا انت قطعت امري، او اذا انت عملت لي حاجة انا عايزاها منك. لكن انت في حد ذاتك مش جميل، انت مدحك متعلق بعملك، وهو ده بقى كده هو اخد مني ثناء. طيب هيجي هو بعد كده عايز مني ثناء، هينتظر ان انا اقول له اعمل لي اي حاجه، هبقى سعيد جدا ان هو يعمل لي الحاجه اللي انا طالباها علشان ياخد مني ثناء. المفروض ان الطبيعي ان انا، او الصح ان انا ما اشكرش الشخص نفسه، يعني قصدي ما امدحش الشخص، انا امدح الفعل. بمعنى إذا هو بيعمل الواجب، عمل الواجب مظبوط وجميل وخطه حلو، هقول له إن الواجب بتاعك اتعمل كما ينبغي، أنت خطك رائع. لكن مش هقول له أنت ولد جميل، أنت ولد محترم. مدح الفعل وليس الصفة. بالظبط، مدح الصفة أو الشخص، مش يعني، أو وصف الشخص نتيجة عمله، هو ده اللي بيزرع جواه العبودية للثناء، بيبتدي يحب الثناء ويبتدي يتصرف كل تصرفاته عشان يحصل على الثناء. أما يجي يكبر وبعدين يتعامل مع الناس، بيبقى هو ده كل تركيزه، إن أنا هرضي اللي قدامي عشان أحصل على الثناء. بعد كده بنيجي بقى سواء زوج أو زوجة، الكلام بينطبق على الاتنين على فكرة، وفي عادة الاتكال والخضوع برضو بينطبق على الاتنين، وإحنا بنسمع صراحة، يعني أنا ما شفتش لكن أنا سمعت إنه في أزواج بيبقوا خاضعين مش زوجاته بس. نفس الكلام في حتة العبودية للثناء، الزوجة بتبقى أو الزوج بيبقى محتاج للإحساس بنفسه، محتاج للثناء. هو متعود إن هو من ساعة ما اتخلق وبدأ يدرك الحياة وهو بيحصل على ثناء من أبوه، بعد كده من مدرسينه، بعد كده من أصحابه، فهو عايز الثناء من أبوه أو أمه طبعا. فبيجي بقى ياخدها من مين؟ من زوجته. طيب دلوقتي هي ليها طلب وهو مش عايز يعمله، هتمنع عنه الثناء، هتبتدي يرضخ ويعمل لها اللي هي عايزاه عشان هو محتاج للثناء ده. هي دي العبودية للثناء، والعبودية للثناء دي مصيدة إذا ما تخلصتش منها عمرك ما هتكون حر. الإنسان اللي هو بيعبد الثناء عمره ما يكون حر، واللي مش حر عمره ما هيبقى يعتمد على نفسه، واللي مش هيعتمد على نفسه مش هيبقى واثق من نفسه. يعني الدنيا الحكاية كلها إيه؟ سلسلة. إزاي نبطل القصة دي أو نقدر نتخلص منها؟ هنرجع تاني للكلام اللي قلناه من الأول خالص، إن أنت ما تتخيلش إنه في حد أكثر براعة أو أكثر حكمة أو أكثر ذكاء منك. إذا أنت تخيلت إن أنت راسك براس الآخرين، مفيش حد أعلى منك، فأنت مش محتاج ثناء من حد. أنت زيك زيهم، فهم مين أصلاً عشان يثنوا عليك؟ إيه الفرق بينهم وبينك؟ مين نصبهم إنهم يحكموا عليك أنت كويس ولا وحش؟ فالحتة دي برضو، يعني هي برضو إيه؟ زي سلسلة موصولة، هي حلقة كلها بتوصل على بعضها. إذا أنا شايف إنه مفيش حد أعلى مني، فأنا مش هبقى محتاج ثناء من حد، وكمان أنا مفيش حد هيقدر يعمل حاجة أنا معرفش أعملها، وبالتالي أنا هقدر أعتمد على نفسي، وبالتالي أنا هبقى عندي ثقة في نفسي. أظن كده خلصنا يعني إزاي نسترد الثقة بنفسنا. كمان في إنجز أهداف صغيرة تؤدي إلى هدف كبير في النهاية. يعني إيه؟
يعني انت لم عشان تثق من نفسك اكتر، احنا لو هنضرب مثلا المدرب، علشان ده اكتر حاجة احنا بنشوفه، او اكتر حد بيبقى محتاج جدا للثقة في نفسه عشان يشتغل، عشان يقف ويدرب، وخصوصا على الارض. سيبك من الاونلاين، ده الى حد ما سهل وبسيط، المواجهة مش مباشرة، لكن المدرب اللي بينزل على الأرض وبيحاضر في القاعات هو ده اللي محتاج أكتر بكتير من الثقة من الأونلاين لثقته بنفسه. المدرب عشان يوصل إنه يحقق الهدف الكبير، إن هو يقف في قاعة أو يقف على مسرح ويحاضر، لازم يبدأ يقسم الهدف ده على أهداف صغيرة. دي حاجة عملية. هما دايما يقولوا ايه بتوع التنمية البشرية، دايما يركزوا على حتة ايه، حط هدف بعيد وامشي خطوات، وبيألفوا على الحكاية دي ومش عاجباهم. هو الى حد ما اذا عملناها او اتكلمنا فيها بشكل خيالي، بنخلي الناس تمشي ورا سراب. لكن اذا في الحالة زي اللي انا بقولها دي، انا بتكلم واحد زائد واحد بيساوي اتنين. انا دلوقتي عندي هدف كبير ان انا اقف على مسرح واقول لناس مثلا عددهم 2000 او كلام من ده. طيب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ لازم يبقى بالهدف ده يتقسم لعده اهداف، او يبقى عده خطوات. لازم ابدا بالقليل عشان اكسب الثقه بنفسي واقدر اقف على مسرح اقول ل 2000. لازم اكون وقفت في قاعه فيها مثلا 100 على الاقل. تاني هقول الجزئيه دي تاني، ان احنا ننجز اهداف صغيره، الاهداف الصغيره دي تودينا لهدفنا الكبير. قلنا هنضرب المثل المدرب التدرج. فاحنا عشان ندي محاضره على مسرح بساعه 2000، يبقى لازم نبدا الاول بقاعه فيها 100. وعشان نبدا بقاعه فيها 100، لازم اكون عندي قدره على الحوار والحديث، وعندي ثراء في اللغه، وعندي ثراء في العلم، عشان اقدر اقول واقف اقول محاضره لمده ساعتين بدون ما يبقى معايا ورقه ولا معايا اي حاجه ابص فيها. يبقى انا لازم يكون عندي الكلام ده. يبقى انا عشان احقق الهدف الكبير، أول حاجة لازم أقرأ كتير، تاني حاجة لازم أتدرب على إن أنا أتكلم كتير فترة طويلة، تالت حاجة لازم أتدرب على إن أنا أدير حوار مع مجموعة من أصدقائي، بعد كده أعمل ندوة في مكتبة عامة أو في النادي، أو في إن شاء الله ألم العيلة، شباب العيلة، وأقعد أقول لهم كلمة كده صغيرة، وبعدين أبدأ بقى بالقاعة، وبعدين أبقى أروح المسرح. فإنجاز الأهداف الصغيرة، لما أقول محاضرة صغيرة لشوية شباب صغيرين، ده هيخليني أبقى أنا أنجزت إيه؟ هدف صغير سهل، هيديني ثقة في نفسي شوية. هدف بعد كده أكبر سنة هيزود لي ثقة في نفسي، وهكذا. كل ما أنجز حاجة، كل ما ثقتي بنفسي بتزيد، وهكذا لغايه ما اقدر اقف اتكلم. مجرد ما وقفت اتكلمت، خلاص كسرت حاجز الخوف زي ما بيقول. الكلام ده بنطبقه في اي حاجه، يعني حتى الناس اللي بتروح تعمل انترفيو، ممكن اول انترفيو بتنزله بتحس برعب وفزع وبتترعش. خلاص خلصته، خلاص ايه ده، الموضوع كان سهل جدا. طب الانترفيو اللي بعده خلاص عادي، ما بيبقاش فيه. يبقى هو مجرد انك تنجز الهدف ده في حد ذاته بيديك ايه؟ ثقة في نفسك اكبر. طيب حب نفسك عشان تثق في نفسك. حب نفسك، حب نفسك ليه؟ علشان انت لما تحب نفسك، زي ما قلنا، هيبان على وشك. مجرد ما يبان على وشك ان انت بتحب نفسك، هتلاقي ان الناس هتحس بده، هتحس ان انت واحد عندك سماحة زي ما قلنا امبارح. كمان الإحساس بالذنب والاستخفاف بالنفس ده أكتر حاجة تقتل الثقة. لازم تبطل تشعر بالذنب،
بالظبط، لازم الاحساس، مجرد ان احنا مش معنى كده ان انا اعمل ذنب في حق ربنا وبعدين ما بقاش حاسس بالذنب، لا مش ده اللي انا بقصده خالص. انا بقصد انه دايما زي مثلا ازاي نلغي هذا الاحساس. حاضر. طالب اللي بيدخل الامتحان بيلحقش يخلص الامتحان وبيخرج من غير ما يكمل امتحانه، هو ملوش ذنب انه الوقت ما كفاش، هو مذاكر كويس لكن ليه الوقت ما كفاش؟ عشان هو طبيعته بطيء في الكتابة. هنا مش مفروض يحس بالذنب لان دي حاجة خارجة عن ارادته. فهنا بنقول ايه؟ لازم تتخلص من الشعور بالذنب، الشعور ده لازم نتخلص منه. احيانا في ناس بتبقى عندها شعور بالذنب من غير ما تعمل حاجة، يعني مثلا لو القطة بتاعتها ماتت، هي ما عملت لهاش حاجة، هي ماتت، هي كبرت خلاص فماتت، هي مرضت فماتت، اي حاجه، تفضل عندها شعور بالذنب تجاه القطه سنين وسنين. دي كده برضو المفروض ما يبقى. ليه الشعور بالذنب ده ناتج؟ يعني ده برضو هنرجع نقول حلقه بتلف حوالين بعضها، يا اما عدم ثقه في النفس فبتخليها تبقى اي حاجه تحصل وحشه تتهيأ لها ان هي السبب فيها، يا اما هي عندها ادمان لشعور بالذنب ناتج عن التربيه، انه دايما دايما الام او الاب كان ينحملها مسؤوليه حاجات كتير هي ما لهاش ذنب فيها، فهي خلاص اصبحت كده فكرها انه هي سيئه، انه هي على طول السبب في المشاكل والكلام ده كله. وفي الحاله دي برضو ده بيسبب لها عدم ثقه في النفس، يعني عدم الثقه في النفس بيخلي الانسان يشعر بالذنب بدون سبب، وفي نفس الوقت الشعور بالذنب المستمر بيخلي عدم ثقة بالنفس، بيجيب عدم ثقة بالنفس. بالظبط. كمان طبعا الشعور بالذنب كتير بيخلي الإنسان بيستخف بنفسه، عدم تقدير الذات وعدم إحساسك بقدراتك وتقديرك لنفسك ومعرفتك لإمكانياتك بيخليك مستخف بنفسك، وده بيخليك تبقاش لا تحب نفسك ولا تحب. كمان في حاجة احنا بنعملها في نفسنا ان احنا بنخاف جلد الذات، صح؟ هو مصطلح صعب شوية لكن هو حقيقي غالبا بيكون حاصل. احيانا احنا بنخاف نقدم على خطوة معينة، مثلا انا عايز اعمل ماستر، عايز اعمل ماجستير، وخايف اقدم على الخطوة دي لحسن افشل وما بقدمش عليها عمري. طالما انا عندي الخوف ده عمري ما هقدم على الخطوه، مش هعملها ابدا، فبالتالي بقيد نفسي، انا اللي فرضت على نفسي قيد ان انا مش هاخد الخطوه دي، او بيخليني بكون متردده بصفه مستمره، مش عارفه اخد قرار في حاجه لان انا على طول خايفه، وده بيكون بالنسبة لي بوابة بفتحها للناس كلها انها تتدخل في حياتي، تاخد لي بقى القرارات. وانا مش عارف اخد قرار، هتلاقي الزوج ياخد لك القرار، اخوك ياخد لك القرار، بنت خالتك تاخد لك القرار، الجيران ياخدوا لك القرار. ليه؟ لان انت سايبة مساحة، انت سايبة مساحة واسعة للناس تدخل منها، لكن انت لو تاخدي قراراتك بنفسك وبسرعة مش هتسمحي لحد يتدخل. فدي برضو ناتج احنا اللي بنعملها في نفسنا. الحاجات اللي انا بقولها دي المفروض ان احنا نوقفها علشان نقدر نحب نفسنا، عشان نقدر نثق في نفسنا. ايوه، عشان اخد قراراتي ده نتيجة، ما هو ده الخوف اللي احنا بنقول عليه، هو ده الخوف. انت يا نور كنت بتسألي ازاي اتخلص من الشعور بالذنب، الاستمرارية في الشعور بالذنب، اتخلص من يا نور، هو انت عندك مشكله خايفه من تاخدي قرار وعايزه تعرفي تتخلصي من الشعور بالذنب. الحاجتين دول نخلص نعملهم ازاي؟ ابقى واثق في قراراتي ازاي؟ وازاي ما ابقاش حاسس بالذنب باستمرار؟ اول حاجه ان انا اثقف نفسي وازود علمي، اقرا كتير، احتك بالناس كتير عشان اعرف اخد خبرات بسرعه، مش لازم ان انا اعيش 20 سنه عشان اخد الخبره بتاعت ال 20 سنه. النهارده الوضع مختلف، النهارده الكتب، عن طريق الكتب، عن طريق الانترنت، عن طريق الاصدقاء تقدر يبقى عندك خبره قد خبره اللي عنده 50 سنه. الاحتكاك بالناس. العلم بقى
اكتساب العلم والثقافة دي بتخليكي تقدري تشعري بالثقة بالنفس، وبالتالي مش هيبقى عندك الإحساس بالذنب باستمرار. طول ما انتي بتقرأي، بتكبري بتوسعي إدراكك، بتزودي علمك، بتشغلي مخك، ذكائك بيزيد، بتستخدمي عقلك اللاواعي، كل ده بيكسبك ثقة في نفسك. يعني بصي انت بقى ايه، هناخدها بالمقلوب. يعني انا طب اعالج الكلام ده ازاي؟ ابتدي اصلح المشاكل اللي عندي. ايه اللي يخليني متردد وما عنديش ثقة في قراراتي؟ ان انا علمي قليل، يبقى اقرا، ازود علمي، احاول احتك بالناس. طب انا ليه عندي شعور بالذنب؟ الاحساس بالذنب ده ناتج عن حاجه في الصغر مش بتاعت النهارده. يا اما التربيه، وفي الحاله دي لازم نعمل لنفسنا برمجه ونتخلص من او علاج بخط الزمن عشان نتخلص من الجزئيه دي، يا اما ان انا اعمل زي ما اتفقنا اللي هو اعاده الاتصال بالذات، اللي هو كتاب دكتور فيل اهتم بذاتك. ازاي تحب نفسك؟ ازاي تحب نفسك؟ يعني انا كاتبه لكم ثلاث حاجات صغيرين كده وبساط. ايوه، قراءه في شتى العلوم. هضرب لك حاجه بسيطه جدا، ان انت او انت ليك صاحب او صديق انتيم زي ما بيقولوا، او الخطيب او الخطيبه بيحبك ازاي. هو المفروض نقرا في الحاجة اللي احنا بنحبها. يعني انت شغوفة بحاجة تقرأي فيها وتثقفي نفسك فيها وتقوي علمك فيها وتشغلي مخك فيها، وفي نفس الوقت تلمي المام بباقي الحياة من حواليك. يعني ما فيش مانع انك تعرفي شيء يعني بسيط عن جسمك وعن صحتك، عن الرياضة، عن الفضاء، المعلومات اللي هي ايه. يعني تبقي لما تقعدي في مكان ناس بتتحاور فيه تقدري تجاوبي، تقدري تتحاوري. لو انت وقفتي تدربي وحد سألك سؤال، ما تبقاش السؤال بالنسبة لك غريب قوي الا اذا خارج تخصصك. يعني انا بتسأل سؤال خارج تخصصي او بتعمق في حاجات معينة في تخصصي حتى، وفي تعمق شديد وانا لسه ما وصلتلوش، بقول لا معرفش، عادي جدا. لكن لما نبقى بنتكلم في حاجة عامة أو سؤال يجيلك في حاجة عامة وقريبة من اختصاصك، لازم تعرفي تجاوبي عليه. فالعلم زي ما بقولك، الحاجة اللي بتحبيها تخصصي فيها، اقرأي فيها كتير، لكن لازم تكوني ملمة باللي حوالين الموضوع. تمام؟ قلنا إيه؟ خلينا نرجع، إزاي تحب نفسك؟ قلنا الخطيبة أو الخطيب أو الصديقة أو الصديق بيحبك، بيحبك جداً ومرتبط بيك جدا، او اختك او اخوك اللي هو اقرب حد ليكي في اخواتك، دول بيحبوكي. هل هم بعد الشر عنهم ما بيشوفوش؟ هل هم اغبياء؟ هل هم مخدوعين؟ مستحيل. اكيد لو حد بيحبك حب صادق فهو شايف فيكي صفه تستحق هذا الحب. مجرد ان انت تعرفي ان هو بيحبك الحب ده، يبقى اذا انت عندك ميزه تستحقي انك تتحبي عشانها، فبالتالي انت اولى انك تحبي نفسك عشان الميزه دي. فانت بقى بنقول لك بصي بعينين اصدق صديق، او بصي بعينين اكتر حد بيحبك، بس مش ماما، لان ماما مهما انت كنتي فيكي ايه هي هتحبك، فاي حد غير ماما. تمام؟ دي حاجه. شوفي نفسك بعينين اللي بيحبوكي اللي حواليكي. الحاجة التانية انك انت عاملي نفسك زي ما بتعاملي خطيبك او زي ما بتعامل خطيبتك، عاملي نفسك زي ما بتعاملي حبيبتك او صاحبتك. هاتي لنفسك وردة، هاتي لنفسك هدية. يعني اصل انت ازاي خطيبك اهم من نفسك؟ احنا لسه قايلين امبارح سيدنا عمر كان نفسه اهم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو احب حد في الدنيا له، حتى لو كيس مناديل يا شيخ بلاش شوكولاتة. اي حاجة، يعني اي حاجة تحسسي نفسك ان انت يعني تستحقي، انت تستحقي فعلا. نور للأسف انا بنظر بعين التقصير لها، لو قصرت في نقطة ما
انا بص يا نور، لو انت ما بتلتمسيش الاعذار للناس مش هتلتمسي الاعذار لنفسك، ولو بتلتمسي الاعذار للناس تلتمسيش اعذار لنفسك، يبقى انت عندك في دروب محتاج يتعالج. انت بتلتمسي عذر لغيرك، يبقى لازم اكيد هتلتمسي عذر لنفسك. خير الامور الوسط، لا انا اسيب نفسي تهيص وتبوظ الدنيا، ولا انا اموتني اموت ذاتي واخنقها واقضي عليها. فاحنا عايزين نوسط. تمام. ثالث حاجه، ما تقارنيش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك بحد، ما تبصيش على غيرك وتقولي هي عندها كذا وانا ما عنديش، هي مخها ذكي وانا لا، هي عندها علم وانا ما عنديش. ده بيحبط كل الاحباط. فانا بدل ما اعمل كده، لا انا اشوف هي عندها علم لكن انا هبقى عندي زيها واحسن، هي عندها جرأة انا هتعلم وهبقى عندي زيها واكتر، انا هي عندها ثقة في نفسها انا برضو هقدر اقوي ثقتي في نفسي وهبقى زيها واكتر. فما اقارنش، لكن انا ابقى دايما عيني على الاحسن، عيني على اللي يحفزني، وابقى لي نموذج. في حاجه اسمها النمذجه في البرمجه، دايما اعمل لنفسي نموذج وامشي عليه، لكن ما يبقاش مقارنه. حتى النموذج بتاعي ما اقارنش نفسي بيه، لا انا ببص على حاجه معينه عجباني وانا هعمل زيها وهوصل لها. يبقى ما نقارنش نفسنا بحد. سادس حاجه، المصداقيه. عشان بقى يعني احنا عشان نكتسب الجاذبيه، المصداقيه بمعنى اللي بيحصل يا جماعه، ودي مشكله لو احنا كلنا بنلاحظ وبنسمع كويس قوي عن مدربين التنميه البشريه اللي هم احنا المفروض يعني، بيتقال علينا ايه؟ دول نصابين، صح؟ حد فيكم سمع الكلام ده؟ اكيد طبعا، وخصوصا الناس اللي في مصر، اكيد سمعوا، واكيد مش هتقدر نحاول رقبتها الا بالله العلي العظيم، ما هي دي جديده دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا ايه اللي بيحصل يا جماعه، انا هقول لكم ايه اللي بيحصل، واحنا ولا طاقه شرك ولا اي حاجه خالص، لا حول ولا قوه الا بالله، ولا الطاقه ولا البرمجه ولا اي حاجه من الكلام ده شرك. المشكلة فين؟ فين المشكلة فين؟ المشكلة إن إحنا بنحاول، إحنا يعني في ناس كتير جدا كويسة، وفي ناس كتير جدا عايزة تعمل حاجة وعايزة تنمي الناس فعلا وعايزة ترفع الناس، في المقابل في ناس تانية عايزة فلوس. مش مشكلة إزاي؟ ماشي، ما إحنا ممكن نعمل كل حاجة إحنا عايزينها وناخد فلوس برضو، يعني أنا مش ضد إن إحنا نشتغل وناخد فلوس، بالعكس هي ما كل واحد له مهنته بيشتغل وبيرزق منها، لكن انا ما يبقاش الفلوس عندي فوق القيم والتقاليد والدين يعني وكل حاجه. فاحنا بنتكلم في قيم واخلاقيات والكلام ده، ولينا اتجاه. يجي الناس اللي هي بقى اللي عايزه الفلوس بكل الطرق، احنا مش بنعجبها، فاحنا اكيد مش هنعجبها. هي بقى بتبدا تتكلم في ايه؟ في جزئيه ايه؟ انه لا التنميه البشريه دي يعني احنا بالنسبه لهم بنوجه الناس لاتجاه الارتقاء وهم مش عايزين ده، فبالتالي بتبقى بتقوم حرب. ده اللي بيحصل، ده دول اللي من بره المدربين، دول اللي مش مدربين. نيجي بقى للي بيحصل من المدربين اللي بيحطونا احنا في الوضع اللي بنسمعه. مثلا زي بتوع الطاقه والبرمجه اللي هم جايبين لنا الكلام، بيدخلوا في مناطق مش مفروض ندخل فيها اصلا، يعني ممكن ياخدوا علم من ناس ما لا دين ولا مله، فبالتالي بيجوا يقولوه وهم بدون علم اصلا، يعني هم اصلا ما عندهمش علم كافي بالموضوع، فبياخدوا الحاجه زي ما هي يعني زي ما يقول لك كده، الحاجه بطينتها من غير ما يغسلها ويروح جاي مديها لك، فانت هتلاقيها بطينتها، هتقول لك ده شيء طبيعي، هيقول لك ده لا ده شرك، لانه بيتكلم في جزئيات حساسه جدا، وبياخدها من من من
من الصين ومن الهند اللي هم ما عندهمش لا دين ولا ملة، فبيجي يديها لك زي ما هي، حتى ما بينقيهاش، حتى ما بياخدش منها. زي ما قلنا في البرمجة، احنا بناخد منها الجزء اللي احنا عايزينه. البرمجة فرضيات البرمجة 25 فرضية، ما بناخدش منهم غير 11، لان الباقي كله شرك فعلا. في حين ان العلم كعلم في حد ذاته ما فيهوش شرك ولا في اي حاجة. انا لما كل حاجة لو استخدمتها لها استخدامين، استخدام خير واستخدام شر. البرمجة والطاقة وكل العلوم دي فيها استخدام، الطب نفسه فيه استخدامين، استخدام خير واستخدام شر. كل حاجة فيها استخدامين، فيها الخير وفيها الشر. لكن لما نلاقي انه الناس يعني ما بتشوفش غير الشر، فشيء طبيعي هتقول لك اه ده شرك. المهم اللي بيحصل ايه بقى، اكتر حاجة جايبة لنا الكلام، انه انا دلوقتي بدخل اتكلم بقول يا جماعه الضمير، يا جماعه اللي المسلم اللي ما بيصليش الفجر يقوم يصلي، المسيحي اللي ما بيروحش الكنيسه يروح الكنيسه دار يشوف ربه فين. يعني بنتكلم كل القيم والاخلاق والفضائل والصفات المثاليه، واحنا عايزين نكون فوق، واحنا عايزين نكون بشر وعندنا انسانيه، نتكلم كل ده تمام. وبعدين اجي بره بقى تلاقوني واقفه على الكاونتر بره قبل ما اخرج من السنتر اللي بدي فيه، بحاسب باخد بقى حسابي، فبحاسبه على نص جنيه ولا على 5 جنيه، واقف ولا مش هتحرك واعمل خناقه لرب السماء عشان انا فاضل لي 5 جنيه، وابقى انا مثلا واخده 2003 وواقف على 5 جنيه. طب فين الفضائل وفين الكلام اللي انا كنت بتكلم عنه جوه، وفين التسامح وفين تصدق وفين صلي وفين راح فين، اختفى. طب المتدرب لما بيخرج ورايا وبيشوف المنظر ده، انا بالنسبة له ايه بقى؟ انا خلاص انا دلوقتي فقدت مصداقيتي. انا دخلت اتكلمت عن الفضائل والصفات المثالية، واتكلمت عن كل شيء فيه رقي وجمال، وخرجت بره عملت كارثة. خلاص انا فقدت المصداقيه، انا فقدت ثقه الناس فيا، خلاص انا انتهيت كمدربه. وللاسف ده اللي بيحصل، للاسف اللي بيتردد على السناتر بيشوف اكتر من كده. كوارث فعلا بتحصل من المدربين. فاللي بيحصل بقى يا جماعه، انه حتى لو انا ما خرجتش عملت الخناقه والناس شافتني وربنا كشفني والعياذ بالله، ربنا يعافينا يا رب، اذا ما حصلش ده حتى من غير ما يحصل يعني، وانا واقف بتكلم للناس، وانا بتكلم حتى لو اونلاين، حتى لو من ورا الكاميرا زي ما بيقولوا محدش شايفني، انما مجرد سامعين صوتي، الناس بتفهم وبتشعر باللي بيتكلم، الناس بتشعر بيه. وتلاقي ناس تسمع تقول لك اه انا ارتحت للمدرب اللي بيتكلم، وفعلا ارتحت له قوي وهو مريح، من غير ما يشوف، من غير ما يشوفه اصلا. لكن اللي بيحصل ايه، انه انت وانت بتتكلم بصدق الكلام بيخرج صادق، بيوصل فعلا بنفس الصدق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام اللي خارج من القلب ملوش طريق تاني غير القلب، خارجني فعلا حتى من ورا يعني، حتى من بدون الرؤية بيحصل جاذبية، سبحان الله. فإذا أنت صادق صدق داخلي، صادق مع نفسك، بتتكلم عن حاجة أنت شغوف بيها، وعن حاجة أنت مقتنع بيها، وعن حاجة أنت فعلا بتعملها، لازم كلامك بيدخل القلب بالظبط زي ما هو. اذا انت بتقول حاجه غير اللي انت مقتنع بيها ما بتوصلش. والدليل على كده، لو هنخرج بره المصداقيه والفضائل والكلام ده كله، ونيجي نقول واحد بيدرس ماده ما بيحبهاش، هل هيقدر يوصل الماده للطلبه؟ مش هيقدر يشرحهم، مش هيقدر يفهمهم. فهي هي نفس الكلام، غير ان انت المصداقيه والصدق
كمان الشغف، الشغف مهم جدا بالنسبة للحاجة اللي انت بتقولها. اذا انت مش شغوف بالمادة اللي انت بتقولها، عمرك ما هتحس، ما الناس هتحس بيك، ولا هتقدر توصل المعلومة بالشكل اللي انت نفسك تعمله، طالما انت مش حابب الكلام اللي انت بتقوله. فزي ما قلنا، المتدرب بيحس باللي بيتكلم عن طريق فعلا عقله اللاواعي، زي ما قلت لكم بيقول ايه، اه ده مريح. في بعض الناس تقول لك ايه، اه ده كلامه منطقي فعلا، لكن انا ما ارتحتلوش، انا مش عارف ليه. اه هو عنده علم كتير جدا، لكن هو مش مريح. فهو ما بيبقاش، الناس ما بتبقاش فاهمه هو ليه مش مريح. هو واقع الحال ان هو مش مريح عشان هو فعلا مش صادق. كان في قصة كده عن المهاتما غاندي. كان في مرة كان بيعمل في مؤتمر، في بيلقي خطاب أمام مجلس العموم البريطاني، كان علشان تحرير الهند. الخطاب كانت مدته ساعتين، وكان هو مفوه، والساعتين استحوذ بيهم فيهم على عقول الناس بشكل ملفت للنظر. فالناس بعد ما خلص بيسألوا المساعد بتاعه، بيقولوا له المفكرات، يعني ازاي هو بيشتغل كده بدون مفكرات، ازاي وقف قال ساعتين كاملين بدون ورقة في ايده. فالمساعد رد، قال لهم ايه، قال لهم هو بيقول اللي هو حاسس بيه واللي هو بيفكر فيه، فبالتالي هو مش محتاج حاجة يبص فيها عشان هو بيبص جواه وبيتكلم. ففعلا ده دي مهمة جدا للمدرب يا جماعة. إذا أنت هتشتغل في التدريب، لازم تكون مقتنع وحابب اللي أنت بتعمله. المصداقية نمرة واحد للمدرب في الجاذبية، مهمة جدا جدا. نمرة 7، التفاؤل والأمل. التفاؤل والأمل دول، يعني أنا مثلا داخلة محاضرة، وخصوصا برضو المحاضرة اللي على الأرض، حتى المحاضرة الأونلاين، لو أنا ما دخلتش وأنا مبسوطة بيك وحابة إن أنا أدي المحاضرة ومنشرحة كده ومبتسمة، حتى من غير ما تشوفوني هتبقوا حاسين بيا. لكن لو انا داخله بقى ايه، يعني جايبه همومي معايا وجايه لكم ومكتئبه ومتضايقه، سواء بقى اونلاين او حتى على الارض، الناس مش بتقبل ده. الناس اصلا عندها همومها، مش ناقصه همومك. فانت المفروض بتفصل على باب القاعه اللي انت هتدخل تحاضر فيها، بترمي كل حاجه ورا ظهرك، ولازم تبدا تتعامل مع الناس بشكل على الأقل في ابتسامة. هقولك إزاي. نور كاتبة، كيف نتفائل لا سيما بعد الخروج من أحزان، ومكدرات. هو أنا لما بكون عندي ثقة وإيمان بربنا قوي، مهما كان أنا خارج من احزان، ومهما كان قدر الاحزان والمكدرات اللي عندي، انا لو رميت حمولي على ربنا وفوضت امري لله وثقت في ربنا، الوضع هيتغير، الوضع هيتغير فعلا. الحزن الكتير ممكن ركعتين صلاة تهديه، مش هقول لك هتشيله لكن هتهديه. صلاة الفجر بترطب على النفس، ده حقيقي، جربوها. اللي ما بيقومش يصلي الفجر لو حزين، قوم مرة وانت حزين، بس جرب تصلي الفجر وانت حزين، شوف شم الهوا بتاع ربنا بعد ساعة الشروق، الهوا اللي لسه الناس ما بوظتوش بأنفاسها، هتعرف الحزن هيهدى ازاي عندك. المفروض ان احنا ربنا سبحانه وتعالى بيخلقنا اصلا، احنا مخلوقين على التفاؤل اصلا. يعني ما فيش طفل بنلاقيه مكشر، ما فيش طفل بنلاقيه كاره نفسه زي ما بيقولوا. كل الاطفال بتلاقيها على طول، مجرد ما تضحك في وشها بتضحك،
بتبتسم. فاحنا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اصلا مبتسمين، خلقنا متفائلين، ده دي الطبيعه اللي ربنا خلقنا بيها. لما بنعيش بقى الحياه ونصطدم بيها ونعيش الصدمات والاحزان زي ما نور بتقول، الفطره صح، الفطره فطره البني ادم التفاؤل. تيجي بقى تعيش الاحزان والصدمات والكلام ده، بتلاقيك ايه نتيجة الصدمات اللي بتحصل لنا، بيحصل ان احنا ايه، الاستمرارية في الحزن والخبطات اللي بتحصل لنا، احنا بنوصل لوقت نلاقي نفسنا فعلا ايه، يعني خلاص هي سودة بقى، سودة خلصت، يعني انا جبت اخي خلاص يا جماعة، انا خلاص انا زهقت من الدنيا دي. احيانا كلنا بنوصل للحكاية دي. يقول لك ايه بقى، المؤمن امره خير، كل امر المؤمن خير. انا مش حافظه نص الحديث، لكن هو من يعني مجمل الحديث ان المؤمن كل حاجه بالنسبه له خير. الوضع الصعب جدا، المرض مثلا، لا ده خير، هو بالنسبه له عارف ان هو خير لانه هيرفع درجاته، هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبلوش غير الخير، فبالتالي اي حاجه بتحصل بيبقى مدرك ان دي حاجه خير، فبالتالي بيبقى هادي. حتى الحزن الدفين والحياه الصعبه اللي احنا بنمر بيها، ولما نوصل لمرحله انه لا خلاص انا جبت اخري، مجرد انت ما تفتكر كده انه في ربنا سبحانه وتعالى رحيم حنون عطفه يسع الكون، ومجرد ما تقول يا رب يقول لك انا موجود وانا معاك وانا بساعدك وانا، وتلاقيه بيطبطب عليك، خلاص بتبتدي ترجع تاني لنفسك، وتبتدي ترجع تاني للتفاؤل، تبتدي ترجع تاني للامل. لكن ايوه تمام، الله يفتح عليك. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، وليس ذلك احد الا للمؤمن ان اصابته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث ده أنا سبحان الله بحبه جدا جدا، تفاءلوا خيرا تجدون، صح. فالتفاؤل مهم جدا يا جماعة، التفاؤل، وخصوصا برضو هنرجع نقول لمهنة المدربين والمستشارين الأسريين، اللي هم مفروض انهم يزرعوا الأمل والتفاؤل للناس اللي بيتعاملوا معاهم. انت مهمتك في الحياة انك تزرع الأمل في نفوس الناس، ايا كنت بقى مستشار أسري ولا مدرب تنمية بشرية ولا في شغلتنا دي تحديدا، انت بتزرع الامل في نفوس الناس. فانت ازاي هتزرع امل وانت مش متفائل؟ يعني صعب جدا، صعب، ما ينفعش، لان احنا زي ما اتفقنا اللي جوانا بيخرج، اللي جوانا بيبان علينا، فالناس بتقراه. سبحان الله، سبحان الخلاق، هو ربنا خلقنا كده فعلا عشان ما نخدعش بعض، عشان نبقى باينين لبعض. حتى اللي بيكذب بيبان، في ناس ربنا سبحانه وتعالى، ما هو هنا بقى اللي بيلقط بقى الحاجات دي، الناس اللي عندها فراسة، او الناس اللي هي ايه عندها نور من عند ربنا، اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله. بيبان اللي جوه، بيبان على الوش، عشان الناس اللي هي بتتقي الله تعرف ايه اللي جوه من الوش. ربنا سبحانه وتعالى مدبر الامر وحكيم، وكل حاجه بتحصل في الدنيا هو بيبقى حاسبها وعارفها هي كده ليه. فانت عشان تزرع تفاؤل وامل في نفوس الناس لازم يكون ده طبيعي عندك، لازم يكون جواك. طب انا ازاي ابقى متفائل؟ ازاي؟ خد بالك هنا بيقول لك كمان ايه، عشان ما نفوتش ولا حاجه، بيقول لك انه الدراسات بتظهر إن المتفائلين بيؤدون بشكل أفضل ويكونون أطول عمرا، وده حقيقي. المتفائل بيؤدون يعني بيشتغل بشكل أفضل، طبعا أكيد أنا متفائل غلطت غلطة، أنا متفائل إن أنا هعرف أصلحها، فبالتالي بستمر. لكن أنا متشائم غلطت غلطة يلا خربت، أروح سايبها وماشي لأن أنا متشائم، فبالتالي المتفائل بيؤدي بشكل أفضل. والمتفائل عارف إنه اللي هو فيه خير، طب أنا جالي ضغط خير، ان شاء الله خير هيرفع درجاتي،
وان شاء الله الدواء هيخليني بقى ابقى كويس وكل الكلام ده. المتشائم بقى انا جالي ضغط، ده كارثه، انا في مصيبه، انا يجي له قولون عصبي ويرتفع الضغط بزياده عشان هو متشائم، هو عارف ان هو رايح بعد الشر يعني البعيد في داهيه، فيبتدي يزيد الدهية عليه أكتر لأنه هو متشائم، فبيكون طبعا مش أطول عمرا، إنما المتفائل بيكون أطول عمرا. ده حقيقي يا جماعة، دي دراسات. المتشائمين كمان بيميلوا للمعاناة، بيحبوا قوي يعذبوا نفسهم وبيعيشوا الاكتئاب يعني بشكل مش طبيعي، وطبعا مستسلمين تماما لأي حاجة وحشة، هم مستسلمين لها لأن هي الأسهل يعني، مش بيتعبوا نفسهم حتى في التفكير انه لا ده خير، طب خير ليه، طب نحللها، طب ما هو خير عشان ربنا سبحانه وتعالى اكيد هيرفع درجاتنا بيها. لا، هم الدنيا واقف عندهم اصلا، ده اللي بيشوف الكوبايه نصها فاضي ولا نصها مليان. ازاي نبقى متفائلين؟ ابقى متفائل، انا ابقى عايز ابقى متفائل، الرغبه، اقرر ان انا ابقى متفائل وابتدي استخدم عقلي الواعي، وزي ما قلنا بالبرمجه اللي هي ال 21 يوم. طبعا طبعا حسن الظن بالله دي اول حاجه احنا قلناها، طبعا اللي هو الحديث اللي قلناه. اول حاجه عشان ابقى متفائل، بخلاف ان احنا الحديث اللي قلناه والقرب من ربنا وصلاه الفجر وذكر الله كتير، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ولو اطمأنت القلوب فانت متفائل، ده كل ده مفروغ منه. يجي بقى نحط بقى ايه خطوات. طيب حتى لو يا جماعه حد معانا مش مسلم، خلينا نتكلم للجميع، قرر واستخدم عقلك اللاواعي. هل أقول أنا متفائل وأكرر ولكن داخليا كيف يكون ذلك لينسجم مع الترديد؟ ما هو أنا هنا بقى بينسجم إزاي يا نور؟ بالرغبة. أنا من جوايا عارف أنا مش متفائل، خلاص، ما أنا عشان كده قررت أكون متفائل، تمام؟ لكن أنا عندي رغبة قوية جدا إن أنا أبقى متفائل، فأنا مجرد الرغبة القوية دي مع الترديد هيمتزجوا وهيحصل توافق، وهيحصل هبقى بدل ما انا متشائم يعني متفائل 0% هبقى متفائل 1% وبعدين 2% وهكذا. بالبحث عن السبل التي توصل للتفاؤل اكيد. ممكن زي ما اهو الزم مرافقه الاشخاص الايجابيين اللي هم المتفائلين يعني. ما تتصاحبش على الناس المتشائمه، ما تلزقش فيهم كتير، يعني ما تلاقي حد متشائم ما تقعدش معاه كتير. حاول تبقى متواجد مع الناس المتفائله كتير الايجابيه، ما تروحش عند الناس السلبيه اللي تقول لك انت مش نافع، وانت نافع، ما تروحش تحكي حلمك وهدفك لحد اصلا محبط او حد سلبي، لانه ايه ده ازاي يعني؟ انا كان عندي حاله من كام يوم بتقول لي ايه؟ انا عايزه اغير الكارير. طيب اوكي، عايز تعملي ايه؟ قالت لي انا عايزه اعمل براند زي شانيل وايف سان لوران والكلام ده. هي اصلا قبل ما تقولي بتقولي بس تضحكيش عليا، فقلت لها قولي. قالت لي انا عايزه اعمل براند، يعني ايه؟ يعني عايز تعمل لنفسها ماركه، هي تبقى صاحبه الماركه دي، هي تنشئها، وهي اصلا النهارده ما عندهاش اي حاجه خالص تبدا بيها الكلام ده. وبصراحه اول ما قلت كده انا حسيت بسعاده مش ممكن، حسيت ان ايه ده دي في حد ذاتها خطوه عظيمه في العلاج اللي احنا فيه ده، وشجعتها جدا. وليه اضحك عليكي؟ لا طبعا تقدري، طالما انت عندك الرغبه اصلا خلاص يبقى انت هنا، مجرد وجود الرغبه يبقى انت هتقدري تعملي اللي انت عايزاه وتقفي جنب شانيل وايف سان لوران. ايه المشكله؟ هم اللي عملوا الماركات دي مختلفين عننا، عندهم 3 ايدين واحنا عندنا ايدين اتنين بس، عندهم 4 رجلين واحنا عندنا رجلين اتنين بس، اكيد هم مش زياده عننا في حاجه، عندهم عقلين، عندهم عقلين لاواعي ولا عقل واحد لاواعي؟ عندهم 2 دوره دمويه، هم مش مختلفين، هو العقل اللاواعي اللي عندنا هو اللي عندهم، عندهم دوره دمويه زينا وبيمشيها العقل اللاواعي، وكل القصه ان هم شغلوه بس مش اكتر. فالشخص السلبي هيحبطك، لو حد سلبي هيقول لها ايه؟ لو راحت لصاحبتها هتقول لها اقعدي بقى على جنب كده شويه، انت لا مش ده العبط تقوله لبعضها يعني. لازم يكون ليك حد ايجابي، قرب من الايجابيين.
تاني حاجة ولا تالت حاجة بقى الحوارات الداخلية، احنا اتكلمنا فيها شوية امبارح، مهمة جدا جدا الحوارات الداخلية. يعني ايه يعني ايه؟ يعني انا لما اقعد افكر كده انا هحط لنفسي هدف ان انا اعمل براند فعلا، يعني زي البنت اللي بتقول دي، انا هقف جنب الناس دي وبعدين اروح ترد على نفسها بقى، وانا هقدر؟ طب ازاي يعني؟ طب انا اصلا غبي، انا هعرف ازاي اعمل زي الناس دي؟ طب الناس دي عندهم امكانيات، دول الاجانب، دول الاوروبيين، احنا ايش جاب لجاب؟ انا اصلا مش هقدر اعمل. ايوه انا مجرد ما بكلم نفسي الكلام ده، طب نشوف بقى الحوار التاني اللي هو المفروض يدفعني للامام ويخليني متفائل، هو الناس اللي عملت كده ايه الفرق بيني وبينها؟ مفيش فرق بيني وبينها. انا لا انسى وانا في تانية اعدادي داخله تالتة اعدادي وداخلين بقى، احنا عندنا الناس اللي في مصر تبقى عارفه الحكايه دي، شهاده بقى اظن برضو في كل التعليم العربي نفس القصه، الشهاده الاعداديه دي. عايزين نجيب مجموع، ان صحباتي بقى وقاعدين بنتكلم وعايزين نجيب مجموع، فانا هنجيب مجموع ازاي يعني؟ ازاي احنا هنعدي ونبقى في ثالثه اعدادي ونجيب مجموع في شهاده ومرعوبه وخايفه؟ فواحده من صحباتي اختها كانت في الاعداديه في الشهاده في السنه دي يعني، وابتزتها وراحت اولى ثانوي، فراحت قايله لي ايه؟ انا ما بنساش الجمله اللي هي قالتها لي لغايه النهارده، لان هي كانت تقريبا قاعده من القواعد اللي انا مشيت عليها في حياتي، وهي النهارده اكتشفت انها فرضيه من فرضيات البرمجه. قالت لي ايه؟ هو كام واحد اخذ اعداديه لغايه النهارده من ساعه ما التعليم بدا والمدارس اشتغلت؟ قالها كتير. قالت لي هم زياده عنك في حاجه؟ في حد قدر ياخد الاعداديه ويجيب مجموع؟ قلت لها اه. قالت لي انت ناقصه عنه ايه؟ يبقى انت كمان هتقدري. فعلا من ساعه من الجمله دي عمرها ما بنساها، في كل عقبه تمر بيا افتكر الجمله دي. في النهايه لقيت ان في فرضيه من فرضيات البرمجه بتقول ايه؟ انه اذا في حاجه قدر بني ادم في العالم واحد يعملها، يبقى بقيه العالم كله يقدر يعملها. يعني مجرد انه في واحد عنده قدره على انه يعمل حاجه، يبقى اذا بقيه البني ادمين عندهم نفس القدره لانهم عندهم نفس الامكانيات. فهي فرضيه من فرضيات البرمجه. فهي فرضيات البرمجه اللي هم بيقولوا عليها شرك، هي مجرد فطره، الفطره اللي ربنا خلقها خلقنا بيها، حاجه عاديه. انتبه لحواراتك الداخليه، اعرف انت بتقول ايه لنفسك، خليك ايجابي، ما تبقاش زي الاشخاص السلبيين. اخر حاجه درب نفسك على تحويل المزاج السلبي الى اخر ايجابي. يعني انا صحيت من النوم لقيت نفسي كده قرفان، قافل كده، مش عارف مخنوق ليه. كتير احنا كلنا بنصحى نلاقي الحكايه دي. انا عن نفسي بصراحه وبامانه هقول لكم بعمل ايه. اول ما اقوم من النوم والاقي نفسي عامله كده، اقول لنفسي وفي حاجه حصلت امبارح بالليل؟ افتكر يمكن انا حد نرفزني قبل ما انام، ما الاقيش حاجه. طب انا خايفه من حاجه هتحصل النهارده؟ طب انا عندي مثلا حاجه صعبه في شغلي النهارده؟ لا. طب انا عندي حاله صعبه؟ لا. طب في ايه؟ ما لا، يبقى هو مفيش حاجه، انا مبسوطه جدا. كل دي حوارات داخليه انا بعملها مع نفسي، ودي برضو طول عمري كده من وانا صغيره جدا في السن وانا بعمل كده لنفسي. انا ما بحبش الكآبه، انا ما بحبش الزعل، ما بقدرش اعيشه كتير، فعلى طول اروح مغيره المود على طول في ساعتها. طب ليه؟ انا ما فيش حاجه مضايقاني، يبقى انا مبسوطه. ما فيش حاجه مضايقاني، يبقى انا مبسوطه. على طول تلاقي المود اتغير فعلا. بس خد بالك، لو ما فيش رغبه قويه لتغيير المود مش هيتغير، قول 100 سنه. اذا ما عندكش رغبه قويه ان انت تبقى احسن مش هتتغير. النشاط والحيويه. النشاط والحيويه من ضمن الحاجات اللي بتدي جاذبيه. ليه؟ لان انت طول ما انت في متفائل مع ايوه انا متفائل مع تمرين الماء، ايوه برمجه، كل الصفات الجيده يمكن برمجه النفس البشريه عليها. تمام.
النشاط والحيوية دلوقتي هقول لكم حاجة بسيطة قوي عشان تشوفوا. الأول هقرا لكم أنتوني روبنز بيقول إيه. كلنا عارفين أنتوني روبنز طبعا، شخص فظيع، الإنسان ده أنا بحترمه جدا. بيقول إن الجاذبية تحتاج للطاقة والصحة والراحة لتبدو للناس مرتاحا، لا تمثل ولا تدعي. عارفين شكل أنتوني روبنز يا جماعة؟ حد شاف له فيديو؟ هو شخص ما شاء الله ما شاء الله عليه، ربنا يزيده ويهديه ويصلح حالنا وحاله. شفتيه قوي ازاي؟ شفتيه ما شاء الله ما شاء الله كده، حركته ازاي على المسرح، صوته عالي قد ايه ما شاء الله عليه. تحس ان هو عنده فعلا كميه طاقه مهوله تكفي بسم الله الرحمن تمشي قطر. انتوني روبنز اصلا اشتغل، اولا هو ما اتعلمش تعليم جامعي والكلام ده كله، هو معلم نفسه بنفسه. هو اصلا تقريبا كان هومليس برضه، واشتغل بواب مره، واشتغل حمال مره، اشتغل عصامي. واي عصامي؟ عصامي علميا، يعني علما كمان مش ماده وبس، عصامي علما، علم نفسه بنفسه. فهو شخص صراحه يعني من الناس اللي انا بالنسبه لي بعتبرهم قدوه فعلا. فعلا هو عنده طاقة عالية جدا، عنده ما شاء الله عليه الطاقة بتبان في صوته، مش يعني حتى لو انت بتسمعه بس، مش بتشوفه في محاضرة، بتسمعه بس بتلاقي بتحس فيه الطاقة دي. الطاقة دي هقول لك ازاي. لو انا مثلا مريض، انا كمدرب بقى مريض مش عندي شويه برد، لا مريض يعني مثلا مش قادر اقف، عندي هبوط شديد، يعني مريض اعياء، تمام، ودخلت المحاضره في القاعه في على الارض، يعني مش اونلاين، وشاحب وشي، ودخلت اتكلم، اول حاجه هتحصل اول حاجه هدور على كرسي اقعد عليه. هنا لغه جسد بقى بتتهدم قدام الناس. اول حاجه هروح قاعد. تاني حاجه صوتي مش هيبقى طالع، صوتي هيبقى منخفض، مش هيبقى بالقوه اللي هي تحمس. افرض انا بدي محاضره تحفيز، بحمس الشباب، بقوي عندهم الرغبه في الحياه وفي العمل والكلام ده. طب انا اصلا مش قادر اتكلم، ازاي هوصل الكلام ده للناس؟ فمش هينفع، هفشل. حتى لو انا مش هقول تحفيز، انا قلنا مدرب التنميه البشريه بيبث الامل في نفوس، ينفع تبث امل اللي عنده اولاد وبيصار بيقول انت ايه مالك عامل كده زي الجماعه اللي بيتعاطوا، صح؟ يبقى شكله اصلا مش مريش، مريحه دابه، بتلاقي عندها طاقه عاليه، عنده نشاط وحيويه. الطاقه اللي جواه بتخرج بتنتشر للي حواليه، والناس بتاخد منها وبيكتسبوا منه من طاقته. ليه؟ الطاقه اللي جواه بتخرج كلام، انا عندي طاقه امل بتخرج عن طريق الكلام، بتدخل قلوب الناس، بتدخل عندهم طاقه جوايا، طبعا طاقه الامل، الكلام ده يخرج يدخل في قلوب الناس، لقلوبهم بيديهم هي دي الطاقه، انتقلت الطاقه من ايا كان نوع الطاقه دي. الطاقه دي ايا كانت ايه، طاقه حب، طاقه كلام، طاقه تفاؤل، طاقه امل، ايا كانت هي، يبقى عندنا صحه نفسيه وصحه جسديه. عندنا حاجه اسمها ضوابط التوازن الست. ضوابط التوازن الست دي حاجة زي كده، ايه عارفين، زي قانون الجاذبية، زي قانون المسافة بتساوي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، ولا حاجة كده مش فاكراها. عارفين الكلام ده؟ قانون. دي الست حاجات دول قانون معترف بيه دوليا، والناس بتتكلم ده علم. ضوابط التوازن الست دي حاجة زي ما بقول لكم كده، قانون، زي جدول الضرب، حاجات مسلمات، تمام؟ فانا المفروض ان احنا نحفظهم.
او بلاش نحفظهم، المفروض ان احنا نبقى فاهمينهم كويس قوي وبنطبقهم في حياتنا. خلاص، اول حاجه المال، لازم على الاقل هيكون عندي الحد الادنى اللي انا اقضي بيه احتياجاتي واحتياجات ولادي علشان دماغي تبقى رايقه. يبقى اول حاجه في ضوابط التوازن الست المال، وده الطبيعي اللي هيوفر لي الاكل والشرب والامان. تمام. تاني حاجه الصحه، لو انا ما عنديش صحه انا مش هقدر اعمل اي حاجه خالص. انا هنا لما بقول الصحه مش بتكلم عن الناس اللي عندها امراض مزمنه، انا واحده من الناس عندي بفضل الله الحمد لله الحمد لله امراض مزمنه، ده طبيعي بحكم السن مثلا او من وانا صغيره مثلا. في ناس تبقى صغيره في السن وعندها امراض مزمنه، الامراض المزمنه ما بتعوقش ما لم تعيق الحركه وما لم تكون حرجه، انما عمرها ما بتعوق عن العمل والحركه. فاحنا هنا لما نقول ما حدش ياخد الكلام بقى ويقول ايه طب خلاص انا ما عنديش امل انا اصلا مريض، لا انا عندي 50 سنه وعندي امراض مزمنه ومش ببطل شغل، طالما ربنا مديني قدره على الوقفه على حيلي خلاص انا بقى خلاص. هنا الصحه مش الصحه ان انا باخد ادويه كتير، الحمد لله رب العالمين عندنا مرض وعندنا دواء، ده يعني هو في بعد كده لطف وهو في بعد كده رحمه، عندنا مرض وادانا دواء يعني انت ما عندكش حاجه بس عمال تاخد اجر على الفاضي وخلاص انك بتاخد دواء خلاص. فاللي احنا المريض اللي بياخد دواء ده ما بندخلوش في الموضوع، لانه صحيح انا بتكلم اهو يا جماعه في حته زي الفل، باخد ادويه قد كده بس في حته زي الفل الحمد لله الحمد لله. فلما نقول الصحه ما حدش يقول ايه ده انا باخد دواء يبقى انا ما ينطبقش عليا ان انا يبقى عندي جاذبيه او انا هقعد بقى، لا. الصحه هنا نتكلم والعياذ بالله عن الحاجه اللي هي ما لهاش علاج، هو ده اللي يعني بيخرج بره الموضوع. خلاص، حافظ على صحتك، خد دواك وكل كويس، ما اعمل لنفسك نظام غذائي تاخد فيه جميع الفيتامينات والمواد الغذائيه اللي تنفعك وتخليك صحيح. طيب بعد كده الجانب العاطفي، الجانب العاطفي هنا بنقول ايه؟ ان احنا ما نكونش عندنا تطرف في مشاعرنا، يعني لازم نكون في النص، لازم نكون مسيطرين على العواطف، نخليها في النص، كل العواطف بما فيها الحب بما فيها الغضب السخط الاحباط الكراهيه، العواطف المشاعر لازم تكون في النص، ما نحبش يعني ما نحبش لدرجه ان احنا نموت لو اللي بنحبه ده بسبنا ومشي، ما نكرهش لدرجه ان احنا نموت من كتر الكره، من كتر ما بنكره نموت نفسنا بالامراض بسبب الكره، وما نكرهش لدرجه ان احنا ناذي اللي قدامنا بسبب الكره. لما كل حاجه تبقى في النص في الوسط الدنيا بتبقى مظبوطه. يبقى الجانب العاطفي المقصود به هنا ان احنا نبقى مسيطرين على المشاعر بتاعتنا، نقدر نوظفها صح ونوجهها صح. الفكر والعقل اللي احنا بنقول عليه دايما دايما انه يا جماعه لازم نفضل نتعلم، لازم نفضل نقرا، لازم نفضل نطلع، لازم كل يوم نقرا حاجه جديده. يوم اللي يعدي من غير ما نقرا فيه حاجه جديده بيبقى يوم ناقص من حياتنا، ناقص من علمنا وناقص من حياتنا. بعد كده الجانب الروحي اللي هو الاتصال المباشر بربنا سبحانه وتعالى، الصلاه، التعبد والتفكر، ودي من ابقى واهم واحسن العبادات التفكر. الجانب الروحي مهم جدا ما ينفعش يهمل، ما ينفعش نغفله. الجانب الاجتماعي اللي هو بقى ايه؟ طبعا مواطن السعاده والحزن اللي هي العلاقات بتاعتنا، علاقاتنا ببعض. طبعا الدعاء مخ العباده، عبادتنا بكلها الجانب الروحي اتصالنا بربنا باي شكل احنا عارفين. تمام، قلنا بقى الجانب الاجتماعي علاقتنا، علاقتنا بأزواجنا بأولادنا بإخواتنا بآبائنا بأمهاتنا بحمواتنا، العلاقات الاجتماعية لازم نراعيها بما يرضي الله ونحافظ عليها، ما
ونجتهد ان هي تكون علاقات صحيحه وصحيه في نفس الوقت. دول ضوابط التوازن السته. ضوابط التوازن السته دول اذا حققناهم بيبقى عندنا صحه نفسيه وجسديه، واذا كان عندنا صحه نفسيه وجسديه يبقى اذا عندنا مصدر طاقه كويس، يبقى اذا عندنا جاذبيه. تمام. روح الدعابه. روح الدعابه دي اكيد كلنا عارفين بقى، تلاقينا هي دي اكتر حاجه احنا عارفين ان دي بتخلي الانسان جذاب، لان احنا دايما دايما لما بنلاقي واحد بيهرج كتير، بس مش كتير قوي يعني، بيهرج في حدود الادب وفي حدود يعني ما يبقى في وقت تهريج يهرج، ما فيش وقت ما يجيش وسط ناس زعلانه ويروح مهرج او ناس متعصبه ويهرج، لا، او بمعنى اصح صوت راح. لكل مقام مقال. بالظبط. تمام. بنقول عليه دمه خفيف، صح؟ مفيش حد دمه خفيف مش جذاب الا اذا كان سخيف، يعني واحد دمه خفيف او بيستخف دمه يعني، فده مش جذاب. لكن اللي دمه خفيف بتلقائيه وبشكل طبيعي، يعني مش بيدعي ولا بيستخف دمه زي ما بنقول، ده بيبقى جذاب، صح؟ كلنا بنقول عليه جذاب او بنحس ان احنا بننجذب له وبنحب نقعد معاه، صح؟ اللي بيبقى دمه خفيف ده، او اللي بيبقى عنده روح دعابه، اكيد ده بيبقى سعيد. دي بتنبع من الداخل، السعاده اللي جواه هي بتخرج عن طريق الدعابه دي. وطالما هو سعيد يبقى جوه مظبوط، يبقى هيخرج بره مظبوط، يبقى هيدي وش مختلف، يبقى هيبقى فيه جاذبيه، شيء طبيعي. الرضا، السعاده الداخليه منبعها غالبا الرضا. الرضا مع نجاح طبعا، وهو اصلا لو حققنا نجاح هيبقى فيه رضا. طيب، دايما العلماء او غالبا علماء الغرب بيقولوا ان السعاده هي حاله مرتبطه بالحاله الذهنيه اللي عندنا، حالتنا الذهنيه، او بالعاطفه، او بالصحه. أنا غالبا بشوف إن السعادة فعلا هي الرضا. طول ما أنت راضي فمفيش حاجة هتكدرك، طول ما أنت راضي عن ربنا سبحانه وتعالى وربنا راضي عنك خلاص خلصت، أي حاجة بتحصل أنت راضي، فإيه اللي هيزعلك؟ فأنت أكيد هتبقى سعيد. هنعمل اختبار التفاؤل، الدعابة، روح الدعابة، هل أنت بتمتلك روح الدعابة ولا لا؟ الاختبار ده مهم جدا برضه للمدربين، لان انت ما ينفعش تقعد تتكلم ساعتين او ثلاث ساعات وانت كاتم على نفس الناس. لازم زي ما بيقولوا كده تطر الجو. لازم يكون في يعني شيء من نتنفس، نبتسم كده. فهنعمل الاختبار ده بسرعه كده، هو سريع ان شاء الله مش هياخد وقت. هل تذهب لمشاهدة عروض البانتومايم؟ حد عارف البانتومايم يا جماعة؟ طبعا اكيد انتوا كلكم جيل صغير خالص مش هتبقوا عارفين. لا مش العربي، لا. البانتومايم ده عبارة عن ايه؟ هقول لك، العروض الصامتة، عارفين العرض المسرح الصامت؟ يمكن كان في عرب جود تالنت، بيعتمد على حركه، على لغه الجسد، بيعتمد على ايوه شارلي شابلن يعتبر نوع من انواع البانتومايم. عرفنا البانتومايم هو عباره عن عرض صامت بيضحك شويه، يعني مرح كده لذيذ، بيبقى فيه حركات كده بالجسد وخصوصا بالايد بتبقى شويه مضحكه. فهل يعني هنفترض ان هو موجود، فلو موجود انت هتروح تشوفه ولا لا؟ يعتمد على البصر طبعا، على الرؤيه يعني. تمام. ده اول سؤال. نعم، لا، ادري، لا، اختار الاختيار اللي انت عندك. نمره 2، هل تشعر بالحرج اذا وقعت؟ انت ماشي كده وقعت هتحرج بقى، وفي ناس بتوصل للبكاء لو وقعت قدام حد، أو في ناس مثلا تقع وتقوم تضحك، تضحك على نفسها، أعرف ناس كده.
لما سألتها هل ذلك كتابا للنكات؟ نعم لا أدري لا ماشي. طبعا هذا معظم التصرفات المرحة الطفولية خمسة، هل تنزعج إذا ضحك الناس عليك؟ ستة، هل ضحكت أبدا في دار العبادة؟ سبعة، هل تمارس أنواع المداعبات مع زملائك؟ بتنكش الناس يعني؟ لكن ما خلص ما خلص خالص هتلاقي في آخر ورقة في آخر صفحة خلصنا بتبع خلاص. ثمانية، هل تفضل مشاهدة فيلم مبهج على مشاهدة فيلم درامي؟ تسعة، هل تضحك على الأقل مرة كل يوم؟ أنا متهيألي يعني أنا متهيألي لو عدى يوم ما ضحكناش فيه هيبقى يوم صعب جدا. تسعة، هل لا عشرة، هل تحب مشاهدة البرامج الكوميدية في التلفاز؟ 11، هل تضحك إذا انزلق شخص بسبب قشرة موز؟ هو يعني مفيش مانع إن إحنا نحوقل، بس غصب عنك ممكن تضحك. يعني شر ان انت تضحك، انت بتضحك على الموقف، لكن يعني ممكن يعني تقوم وتشيل وتطبطب وتحوقل وكل حاجه، بس غصب عنك ممكن تضحك. 12، هل تحب النكات الخارجه؟ 13، هل ضحكت على نفسك ابدا؟ 14، هل تضحك في بعض الاحيان وانت بمفردك؟ 15، هل تشعر بالضيق إذا ضحك شخص ما على زميل لك؟ مجموع النقاط بقى احنا شايفين هو حاططها لك ازاي؟ نعم، السؤال الأول هو عامل لك ال 15 سؤال، ركزوا بقى في الصفحة معايا يا جماعة عشان لازم نبص كويس. السؤال الأول إذا حطيت نعم هتاخد 3 درجات، لا أدري درجة واحدة، لا صفر، ادي لنفسك الدرجة بسرعة. السؤال الثاني نعم صفر، لا أدري واحد، لا درجتين. السؤال الثالث نعم 3 درجات، لا أدري واحد، لا صفر. الرابع السؤال الرابع نعم عن صفر، لا أدري واحد، لا ثلاثة، ثلاثة دي ولا اثنين؟ اثنين متهيألي، ما شاء الله في ناس حصلت وخلصت 28 ماشي. نمرة خمسة 0 1 2 6، ثلاثة 1 0، سبعة 3، دي 3 ولا 2؟ الناس اللي خلصت تقول لنا دي 3 ولا 2؟ لما 6 و7 نعم 2 ولا 3؟ 2 تمام، عشان ده مش انا لوحدي اللي مش شايفه كويس، في ناس تقول 2 وناس تقول 3 كده. احنا طلبنا نشوف 2، طيب خلاص اتفقنا على 2. 8 2 واحد صفر، تسعة اتنين واحد صفر، هتبقى أي درجة تلاتة؟ طيب تماما الله يكرمك، خلاص يبقى كله اتنينات. ها أنا متهيألي ما أقراش 2 1 0، كله 2 1 0 ما عدا رقم، لا مش كله، في رقم 2 و4 و5 و15 مختلفين، 15 0 1 2. تمام نقرا النتيجة، التحليل من 26 ل 30
تتمتع بحس عالي من الدعابة، من 22 ل 5، لا ما انا من 22 ل 25 لديك دعابة، يعني يا دوب من 18 ل 21 فوق المتوسط، من 13 ل 17 يعني اول ما ننزل بقى من ال20 هنلاقي ايه متوسط، بس من 9 ل 12 اقل من المتوسط، من 5 ل 8 مرح الى حد ما، من 0 ل 4 لا تمتلك روح الدعابة بالمرة. ان شاء الله ما عندناش حد خالص كده، يعني انا متهيألي ان احنا ما عندناش اقل من 18 مثلا او 17. اخر حاجة بقى، الجزء ده خاص بالمدربين فقط. انا دايما بضيفه في المحاضرة دي لانها بتبقى يعني لما بتبقى على الارض كمان تحديدا، بتبقى الناس اللي بتبقى حاضرة اغلبيتهم مدربين، فبيبقوا عايزين عايزين نتكلم عن المدرب لما يبتدي يقف على خشبة المسرح او يقف في القاعة ويتكلم ويبتدي يقدم العرض بتاعه. اهم حاجة انك نمرة واحد عشان يبقى عندك جاذبية كمدرب لازم تكون واثق من نفسك، مهمة قوي الحكاية دي. كمان لازم تكون متزن، ما تبقاش سريع قوي في الكلام، ما تبقاش بطيء قوي في الكلام، لازم تكون سرعتك متوسطة. وزي ما اتفقنا لازم نراعي الأنظمة التمثيلية للمتدرب، مهمة جدا، احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت. ودايما تبقى مبتسم، ودايما تفتح مجال للمناقشة. للأسف هنا الأونلاين ما بيبقاش مدينا الإمكانية دي إن احنا المناقشة تبقى مفتوحة، لكن على الأرض بتكون أكتر، يعني عشان كده يمكن أنا بحب قوي المحاضرات اللي على الأرض، لأن بتدي فرصة أكتر للمناقشة، والمناقشة أصلا بتدي فرصة كبيرة قوي للناس إنها تبتدي تكتسب ثقة في نفسها وتتجرأ وتشارك وتتكلم وتشارك في المناقشات وفي الحوارات. تاني حاجة، قبل ما تبدأ المحاضرة لازم تدرس الناس اللي عندك اللي انت هتديهم المحاضرة، لازم تبقى عارف مين اللي هيحضر. انت ليه لازم تبقى عارف مين اللي هيحضر؟ علشان تبقى عارف انت هتقول ايه. يعني انت مثلا اعمارهم ايه الناس اللي هيحضروا؟ ناس شباب محتاجين تتكلم معاهم بأنهي لغة؟ طيب تعليمهم إيه؟ أنت مثلا هتدي النهارده في منطقة شعبية، لازم تبقى عارف المصطلحات بتاعتهم بيتكلموا إزاي؟ ما يبقاش أنت بتدي في منطقة شعبية وهتدي ناس تعليم متوسط وتتكلم باللغة العربية الفصحى أو تقول مصطلحات قوية شوية عليهم. كمان مثلا انت هتدي محاضرة في مدرسة للمدرسين، غير لو انت هتدي محاضرة في شركة كبيرة بتاعت مثلا يعني هتدي محاضرة للمسوقين او للناس بتوع الماركتينج والكلام، اكيد هيختلف الكارير اللي انت هتكلمه. الناس بتدي محاضرة في الجامعة للدكاترة، دكاترة الجامعة هتدخل لدكاترة الجامعة تكلمهم، بيبقوا بيحبوا قوي قوي انك تتكلم في الاحصائيات، ما تكلمه تقول له الاحصائية الفلانية بتقول كذا، العالم فلان الفلاني بيقول كذا، اخر الابحاث في الجزء الفلاني او في الجزئية الفلانية بتقول كذا. هو ده اللي هو انت داخل لحد تتكلم معاه تبقى عارف هو مخه ايه اللي في مخه. انت لازم تكون عارف انت بتتكلم مين، لازم تكون عارف هو عايز ايه بالظبط، عشان ما تتكلم تديله زي ما قلنا، تديله اللي هو عايزه زي ما قلنا قبل كده، انك تدي للناس اللي هي عايزاه مش اللي انت بتحبه. ودايما لما تدخل المحاضره تدور على حاجه عامل مشترك بينك وبين الناس، علشان
تتكلم من خلاله، او يبقى هو المدخل بتاعك للناس دي. ايا كان بقى، مثلا اتجاه ديني، ولو ان ده من المحرمات يعني في المحاضرات مش مشكلة. مثلا قدوة الناس كلها بتحبها، مثلا دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، مثلا انتوني روبنز، مثلا اي حد من الناس اللي انت عارف، دكتور فيل، اللي ان احنا بنقتنع عليها، بيبقى هو ده محور ايه؟ بنخرج وندخل من الموضوع من خلاله. اي شخص او موضوع او اي حاجه. المهم ان احنا يكون في حاجه مشتركه بينا عشان تعرف تجذب الناس فيك ويبتدوا يسمعوا لك، لان زي ما احنا عارفين ان الاشخاص المتشابهين بينجذبوا لبعض. طبعا متشابهين في الحاجه اللي بيحبوها، مش متشابهين في الشكل ولا في الصفه وبس. مهم قوي ان انت لما تدخل تدي محاضره انك تكون على طبيعتك، ما تتصنعش، لان اللي قدامك هيلقطك، هيفهمك بسرعه. كن على طبيعتك، افضل ما يكون البني ادم هو على طبيعته. تدخل تدي محاضره وانت ايه؟ على طبيعتك. طبعا لغه الجسد دي مهمه جدا جدا، ولازم تكون دارس لغه الجسد علشان انت تبقى عارف اللي قدامك بمجرد حركاته هتعرف هو متقبل الحديث ولا لا، هو نفاهم ولا مش فاهم، هو صاحي ولا بينام، حاجات كتير جدا. لازم تكون دارس لغه الجسد، وعشان تعرف تحاور اللي قدامك عن طريق لغه الجسد. احنا اتفقنا انه 57 تقريبا في المية من الحوار لغه جسد تقريبا كده، يعني او 55 يعني نسبه مهوله من توصيل المعلومه بتعتمد على لغه الجسد. قلنا خلينا نكون بسيط وطبيعي، لا نتصنع ولا نتعجرف على البشر اللي احنا ده الكلام ده احنا بنقول ايوه طبعا مدرب، انا بتكلم عن المدرب. طبعا لازم يكون واخد باله كويس قوي من لغه جسده. وكانوا دايما يقولوا لنا احنا واحنا بندرس انه لما تيجي تكلم المتدربين ما تشاورش بصباعك، ما تقفلش اربع صوابع وتطلع واحد كده اللي هو السبابه وتشاور بيه عشان تقول لحد مثلا اتكلم تشاور بصباعك، لا شاور بايدك بالكامل، لان دي لها معاني في لغه الجسد. كمان حاجة، لازم يكون في تواصل بصري قلبي بينك وبين المتدرب. لازم يكون انت بتبص في عينين، زي ما قلنا امبارح بتمسح القاعة بعينيك كده في عيون الناس، ويكون النظرة جاية من قلبك. لازم اصلا تعمل تواصل قلبي بصري لنفسك، وبعدين بصري قلبي مع الاخر. دي تدريب بالصدق، ما تتعلمش، محدش علمها لحد، دي بالصدق. انا عايزه اديك معلومه فعلا، انا من ورا الكاميرا اعمل معاك تواصل قلبي، صوتي قلبي من غير ما اشوفك. ليه؟ لان انا صدق ان انا عايزه اديك المعلومه وعايزه افيدك. فمجرد الاحساس اللي جوايا ده ما يكون موجود هيوصلك المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لك. يبقى انا عملت تواصل سمعي قلبي مباشر، محدش بيعلمه لحد. دي حاجه تلقائيه بتعتمد على صدقك مع اللي قدامك. تالي كده خلصنا، دي اخر شريحة عندنا. اتمنى ان انا اكون افدتكم.